جميل هو حدا روتيني كتير بالبدايات، شوي شوي بتحس حالك تعلقت بجميل. شخصية مبهمة بتثير التساؤل. أبوه بيضرب أمه، بيتعرض لوضع أسري يعني سيء جدا. هدفنا استمتاع الجمهور. احتمال المسلسل فيه تشويق، فيه أكشن، فيه سسبنس، وهدفنا هيك نخلي المشاهد يستمتع ويصير هيك يحسب ممكن شو يصير بالأحداث لقدام. يعني هدفنا استمتاع الجمهور. كل إنسان بيشوف الحياة من عينه، من نظرته، والطالب شايف الحياة من نظرته أنه هو عنده هالطاقة، وممكن هي تكون هيك ممكن لا. نشوف المسلسل بس كل واحد بيعبر عن طريقته، يعني عن الوصف اللي فيه يعني، بس بشكله فريق حلو هيك ثنائي مع بعض، وهيك بيوصلوا لمرحلة انه لازم يكونوا مع بعض لحتى يكملوا المشوار. يعني المذكور عن شخصية غازي اللي عم يلعبها ميخائيل، طبعا ميخائيل صديقي وزميل هلأ بهذا الوقت، مذكور صحيح، وإنما عن جميل هو لا، هو مختلف بعيد يعني عن هذا الموضوع، لأنه هنين الاثنين، هنين الشخصيتين هيك بتحس بيكملوا بعض بالتحدي، بيكملوا بعض بمواجهة الصعاب، بيكملوا بعض بمواجهة كل الأمور المحيطة فيهم. فهذا هيك كان عم يعمل كتير هيك شيء بيشبه التناغم بين هدول الشخصيتين، جميل جدا. وتحديدا أنا هيك الأمانة يعني كونه هذا أول مرة بجتمع أنا وميخائيل بلوكيشن مسلسل، فهيك حتى الشراكة معه أخذتني لمكان كتير حلو بصراحة، مستمتع معه كتير طبعا، لأنه هو هيك شريك بناء جدا وذكي جدا. كيف هو مفكر بغازي وكيف أنا عم حاول فكر بجميل، عم نربط الأمور دائما بطريقة قريبة للواقع، مميزة نوعا ما قدر الإمكان. ما بدي أكشف كتير عن القصة. جميل هو حدا روتيني كتير بالبدايات وعقلاني جدا، وكونه هو مدرس الرياضيات فهو بيحاول بكل حياته يستخدم القواعد الرياضية اللي هو بيعرفها، طبعا بطريقة ما لها هيك كتير مباشرة، وإنما بطريقة الجمهور جميعا يعني بتخيل رح يتقبلها لأنه ما لها صعبة يعني. فحلو هيك نشوف التحدي بين هدول الاثنين، بين حدا بيقدر يتنبأ الأمور لقدامه، وبين حدا كتير عقلاني وبيحسب كل احتمال عم يشتغله. أنا اسم شخصيتي ليلى. ليلى هي بتفوت بالصدفة على حياة جميل، ببلش يساعدها، بيكون عندها كتير مشاكل صايرة مع بحياتها، هي طالبة جامعة، فبيبلش جميل يساعدها بحل مشاكلها. شوي شوي بتحس حالها تعلقت بجميل وبلشت تحبه، وبعدين بنكتشف بيصير معهم هيك قصص ما فينا نحكي عنها هلأ. يعني أنا مثل ما تم الاتفاق مشارك يعني ضيف شرف بهذا العمل، هو ككم الدور تواجده مو كتير مهم كما، بس هو شخصية يعني فيها هيك من الغموض، شخصية مبهمة بتثير التساؤل إنه شو مدى علاقتها بالشخصيات الرئيسية بالعمل. هي كأنه مصاغة على الورق بشكل مختلف شوي غير مألوف، ونحن يعني أنا بالتعاون مع المخرج عم نحاول نكرس هذا الأمر لتكون مثار تساؤل المتلقي، يسأل إنه مين هاد، شو هاد، شو علاقته بباقي الشخصيات. يبدو في شيء مخبى مثل ما فهمت إنه للأجزاء الثانية، بتسأل إنه هو مبصر ولا هو أعمى، عم يتصنع هاي القصة. بعدين نكتشف لأنه هو بيعرف كتير أشياء عن شخصية جميل، الشخصية الرئيسية بالعمل، ومخبي هذا الأمر ليكون مفاجئ. هلأ هاد الغموض هو أحد الأسباب اللي دفعتني إني اشتغل، إضافة إلى أنه مخرج جديد جاي بتجربة مختلفة، جاي يعمل إطلالة خاصة هون، والشركة جديدة كمان، كلهم هدول العوامل
اجتمعوا لاني انا يعني حب اني اكون موجود بهي التجربه. شخصيتي هي شخصيه نوراس، هي من الشله من رفقات الاستاذ جميل اللي عم يلعب دوره الاستاذ هافان. شله الشده، شله الرفقات، يعني في بدي اقول لك الجانب شوي اللي بياخذ راحته فيه الاستاذ جميل مع رفقاته بغض النظر عن الاحداث اللي عم تصير معه بالعمل. فنحن الجانب خليني اقول لك رفقات اللي عم بيحكي لهم القصص اللي عم تصير، وهيك شخصيه نوراس هي شوي اللي بتنكت بتمزح معه بتغير له جو، هو ما كثير لانه شخصيته ما كثير بتمزح، فهيك تغيير جو يعني. بلعب شخصيه غازي، طالب مدرسه عمره 17 سنه. من صفاته انه هو حدا كثير صعب يعني بالحياه، ما انه سهل اطلاقا، حربوق مثل ما بيقولوا بالشارع. بيتعرض لضغوط كتير قوية بعائلته، يعني أبوه سكرجي وأمه هيك، على يعني أبوه بيضرب أمه، بيتعرض لوضع أسري يعني سيء جدا. يعني في فترة مرت بالبلد بالأزمة كان فيها هاي الشريحة من المراهقين اللي تعرضوا لهذا التعنيف، فغازي واحد منهم بهاي البساطة، يعني إنسان مثل كل العالم، بس عنده خصوصية معينة إنه هو بيقدر يتوقع الأشياء قبل حدوثها بدقائق قليلة يعني. وهي الشغلة الحقيقة اللي جذبتني يعني للشخصية وهيك. وفي خط بيجمعه خط العمل مع جميل استاذه بالمدرسة، اللي هو كمان بيمتلك شيء معين بشخصيته، وبيحاولوا بقى يعني يستفيدوا من هاي القدرات لتحسين وضعهم بحياتهم وهيك.